مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده وموضوع جديد من حلقات برنامج تسويق اونلاين. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن التسويق الالكتروني. في الفتره الاخيره انتشر بشكل كبير مفهوم التسويق الالكتروني، ناس بتبيع وتشتري على الانترنت، ممكن تعمل اي مشروع في الدنيا وتشتغل بيه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي المختلفه. ولكن مفهوم التسويق عند الناس تقريبا او معظم الناس في مفاهيم مغلوطه جدا. التسويق هو عبارة عن منصات الفيسبوك والإنستجرام، وبعض الناس عندها معلومات عن التسويق عبر جوجل أو اليوتيوب أو وسائل تانية، ولكن في بعض الأفكار أو المعلومات الخاطئة اللي بتودي الناس في اتجاه ممكن يخسروا فلوسهم كلها، أو إنه يخسر مشروعه أو يحكم على مشروعه بالفشل نتيجة إدارة العملية التسويقية بشكل غير جيد. وانا عندي امثله كتيره جدا من اصدقائي وزمايلي، وده كان الهدف الاساسي من اني يعني اعمل هذه الفقره او هذا البرنامج، انه يجي يقول لك ان والله انا رحت لاكثر من حد يعمل لي تسويق الكتروني او يعمل لي تسويق واحس ان الموضوع ما بيجيبش نتيجه، احس ان انا بخسر، احس انه صرفت كل صرفت مبلغ والمبلغ ده ما جابليش اي نتيجه. هنا بيبقى في شقين من وجهة نظري، في شق مسؤول عنه الشخص نفسه، وفي شق مسؤول عنه المسوق نفسه. الكلام ده مدى صحته من مدى خطأه، الكلام ده ايه الصح فيه وايه الغلط فيه. التسويق دايما باب واسع، عشان نعرف هذا الباب محتاجين نخبط عليه وندخل، وعشان نخبط على هذا الباب محتاجين نخبط على أهل العلم والتخصص. عشان كده هيكون ضيفت النهاردة الدكتورة سمر خليفة، استشاري تسويق وماجستير إدارة الأعمال. دكتورة سمر أهلا بيك، شرفاني دايما. مرسي، ربنا يخليك. خلينا النهارده نبدا كده في المعضله اللي دايما بنسمعها، فكره التسويق. ايه هو مفهوم التسويق بشكل عام؟ خلينا نتفق على المقدمه الاولى. في ناس بتخسر، في ناس بتكسب. طب الناس اللي بتخسر بتخسر ليه، واللي بيكسبوا بيكسبوا ازاي؟ اول حاجه، مفهوم التسويق عموما هو مجموعه من شويه عمليات. احنا هنتكلم بمصطلحات بسيطه عشان الناس كلها تبقى فاهمانا، عشان نتكلم النهارده تخرج من الحلقه دي عارفه يعني ايه تسويق، عارفه يعني ايه ليه بخسر وازاي ممكن اكسب. اول حاجه هو شويه عمليات بالمعنى الحرفي. بنعمل ايه؟ اول حاجه بنعمل حاجه اسمها بحث، بعد كده خطه، بعد كده نتواجد على ايه. التواجد على ايه ده اسمه الوسائل التسويقيه او الادوات، التولز. كويس. التولز دي منها حاجه واحده بس اللي هي الديجيتال، في قبلها ادوات كتير قوي. يعني عايزه تقولي لي ان التسويق الالكتروني هي وسيله من ضمن وسائل التسويق. بالظبط. لو حضرتك كنسلت كل ده او حضرتك لغيت كل الوسائل دي واعتمدت على الديجيتال بس، هتسميه ديجيتال اوكي، هتسميه سوشيال اوكي، كل الحاجات دي هي وسيله بمختلف البلاتفورم اللي بنشتغل عليها او القنوات. يعني لو حضرتك تواجدت على الفيسبوك او انستجرام، دي كلها وسيلة واحدة. كويس. اليوتيوب وسيلة، هم كلهم وسيلة ديجيتال. تمام. والفرق بين الديجيتال او الاونلاين او الاوفلاين، الكلام ده كله عبارة عن ايه؟ نرجع بقى خطوة لورا. ايوه. هو مفيش حاجة اسمها تسويق اونلاين وحاجة اسمها اوفلاين. كويس. هو في حاجة اسمها ماركتينج او تسويق. في شوية خطوات بنعملها. كويس. اول حاجة، انا فين وعايز اروح فين؟ انا بفتح، يعني انا كعميل لازم ابقى عارف انا فين دلوقتي ومحتاج اوصل لايه. كويس. بالظبط. انا عايز ابيع، طب حضرتك عملت ايه قبل ما تبيع؟ حضرتك عملت بحث السوق، عرفت مين المنافسين بتوعك، سعرت على اساس ايه، على اساس السوق ولا على اساس سياسه التسعير نفسها؟ طبعا بتختلف. طيب لو احنا عملنا شويه الخطوات دي، بعد كده دخلنا في حاجه اسمها المزيج التسويقي، او لو حد يسيرش اكتر حاجه اسمها الماركتنج ميكس او الفور بيز. الفور بيز دول فيهم ايه بقى؟ واحده بقى فهمينا كده بالراحه. الموضوع طويل وعريض والناس متلخبطه فيه، فعايزين مش مجرد ببساطه قدر المستطاع. بالظبط. هو مش مجرد اد بيتعمل اون فيسبوك. لا، هو ده بحث كبير. يعني عايزه تقولي انه مش اي حد يجيب الفيزا ويحطها، لا، ويعمل اعلان ويختار الناس اللي هو عايزهم ويختار السن اللي هو عايزه ويقوم مفعل ويقول لك انا راجل بتاع تسويق الكتروني. بالزبط. ده كلام غلط مليون في الميه غلط. ليه؟ علشان لازم يكون عمل كل الخطوات دي. كويس. بالتاكيد. اللي هو يكون انا عارف مين المنافسين، بيبيعوا بكام، نوع المنتج اللي بيستخدمه، يعني الماتيريال اللي جوه المنتج اللي هيتباع. كويس. زي اكس واي زي، انا لازم ابقى عارف انا مين المنافس بتاعي. يعني انا مثلا فور اكزامبل، لو انا هعمل براند جديد في الموبايل، كويس، لازم اعرف ايه الماتيريال بتاعته، مين المنافسين، مين الكاتيجوري، مين اللي هيستخدمه، رينج الاسعار ايه، البرودكت لاينز بتاعتي ايه. يعني انا هعمل رينج السعر من كام لكام عشان ده هيبقى الكونسيومر مختلف او
او اودينس مختلف. كويس، عميل مختلف. او عميل مختلف بالظبط كده. طيب ولو رينج الاسعار زي مثلا ابل، كويس، في رينج مختلف في الاسعار وهي بتبقى قصد ده. طيب لو حتى في منتجات الالبان في رينج، يبقى عندنا شركه عندها كذا برودكت لاينز بكل اسم مختلف علشان هي بتتارجت ناس مختلفه، فما ينفعش كل ده اختصره تماما في ان انا اعمل اونلاين اد. تمام. طيب ليه بنخسر؟ علشان احنا ما قمناش ببروسس كامله. طيب ما نخسرش ازاي؟ ان احنا لازم يبقى احنا عارفين مين المنافسين بتوعنا، كويس، احنا هنتارجت ازاي. التارجت او التواجد اونلاين دي ممكن تكون اخر ستيب انا انصح حد بيها. تواجد اونلاين، اه، يعني انا النهارده عندي منتج معين، المنتج ده انا عاوز ابيعه للناس. طيب نرجع تاني للماركتنج ميكس. انا عندي برودكت وبرايس، معلش يعني هنقولهم بس كده الاول، برودكت برايس بروموشن بليس، كويس، اللي هو المنتج، كويس، والتسعير والمكان والترويج، كويس. ان انا هناخد الجزء بتاع الترويج ده عشان ده اللي فيه الجزء الخاص بالديجيتال. كويس. الترويج ده بيبقى يكون عباره عن ايه؟ يا اما البائع اللي هو السيلز بيرسون والاوفرز والسامبل جيفت اللي بتتقدم، الحاجات العينات اللي بتتقدم، وايه تاني؟ وانا هتواجد، والبليسمنت بقى انا هتواجد اونلاين ولا في ريتيل ولا في سوبر ماركت ولا في، هكون موجود فين بالظبط. كويس. فانا قررت ان انا اتواجد اونلاين، يبقى انا محتاج اعمل شويه بروسيس. اللي هم ايه بقى؟ مش بس الفيسبوك، مش بس الفيسبوك بيج ولا الانستجرام، لا، امال ايه تاني؟ يعني انا النهارده لو هبيع حاجه في اي كوميرس ولو انا هتواجد اونلاين، برضو في شويه بروسيس بتتعمل. زي من ايه؟ اول الاناليسيز، انا مين التارجت اودينس بتوعي، الرينج بتاع العمر بتاعهم قد ايه، القوه الشرائيه عندهم قد ايه، احنا بنشوف الاودينس او الكلاينت احتماليه وجوده ايه وبنوصل له. طيب هو احنا كده بننفي النجاح؟ لا، احنا الناس بتنجح بس لما اكون متارجته صح، المنتج بتاعها صح، الاودينس بتوعها مظبوطين. طب ما انا كخالد اهو، اوكي، ممكن ادخل على الفيسبوك عندي منتج، المنتج ده انا هقول مين الناس اللي هم ياخدوه ومهتمين بايه وسنهم كام، تمام، وهعمل كل التفاصيل دي واحده واحده كده. لو انا قعدت ومشيت ورا الخطوات هم بيدوهاني حاجه اسمها بقى اناليسز، انا هفشل. حلو. هفشل ليه؟ عشان ما فيش اناليسز. ايه الاناليسز بقى؟ تحليل. كويس، ما حللتش السوق صح. بالظبط. كويس. وما حللتش الريزلت اللي بتحصل صح. هو مش معنى ان انا وصلت، مش معنى ان انا وصلت لمليون واحد شافني ان انا كده نجحت. لان انا ايه الاوبجكتيف بتاعي وانا الهدف بتاعي ايه؟ انا الهدف بتاعي بيعي، يبقى انا ما اقولش ان انا حققت ريتش. هي دي المسمات، مش كم الناس شافتني قد ايه، بالظبط، المهم مين شافني واشترى مني وايه الاكشن اللي اتاخد. كويس. طيب في نسب للكلام ده؟ الكلام ده طبعا في نسب. طيب انا بتواجد على اكتر من بلاتفورم اونلاين او كديجيتال. طيب في اناليسز للكلام ده، احنا بنربط الكلام ده كله باكواد. كويس. الاكواد دي ادفانسد شويه، مش هينفع نقعد نقول اساميها. وبنشوف بالظبط كل كلاينت او كل واحد خد اكشن، خدوا اكشن من انهي بلاتفورم. وبعد كده ببدا اشوف من انهي اماكن، ده لو انا التارجت بتاعي مفتوح. كويس. شويه. فبعد كده ابدا ابني الكامبين على اساس الريزلت اللي اتحققت. كويس. طيب انا لو الهدف بتاعي بيع، هل في كولز جت بيعيه؟ طيب انا لو انا بعمل اونلاين اد ومحتاج ان انا اخلي فيزيت للستور او للشركه او كويس. او اي تواجد، اول سؤال لازم اساله للعميل، هو انت عرفتنا منين؟ طب ما هو اكيد عرفني من خلال الاعلان اللي انا عامله. حلو. انا بحاول ابسط المعلومه يا دكتوره، بحيث انه الناس اللي ممكن تكون حكمت على التجربه غلط، هي حقها انها تتضايق. مش بس تتضايق، لا، فكره انه انا عايز اقول له انت حكمت على تجربه غلط عشان كان عندك اخطاء 1 2 3، او انت كنت منتظر النتائج دي بدري على ان انت توصل لها. في توقعات، احنا عندنا دايما مشكله في التوقعات. يعني انا مثلا النهارده جيت اديت لدكتوره سمر، انا عايز اخلص كل المنتجات، ما ده مش صح. كويس. يعني انا النهارده مثلا جيت لك كعميلي، اتصلت على الارقام اللي موجوده على الشاشه، دكتوره سمر السلام عليكم، انا دلوقتي عايز اعمل اعلان على الصفحه بتاعتي، او عايز اعمل موقع، او عايز اعمل اي وسيله تسويقيه بالنسبه لي، او عايز يبقى عندي ريتش فيو على اليوتيوب او ايا كان وسيله التواصل. كويس كده؟ كويس. فجيتي قلتي لي والله احنا هنعمل 1 2 3 4، فباجي اقول لك انا هديكي كذا كذا، ده هتديني مقابله ايه؟ دي الكلمه الشهيره. هنبيع بكام؟
هصرف بكام هصرف كام وهبيع بكام. ما هو ده مش صح. ايه بقى خطا الجمله دي؟ طب ما هو انا كبني ادم طبيعي منطقي عاوز اديك جنيه الاقي مقابل الجنيه ده خدمه. ده ايه هي الخدمه اللي انا هاخدها مقابل الجنيه حتى لو ما بعتش؟ الخدمه مقابل الجنيه حتى لو ما بعتش. اه اول حاجه انا هاخد ايه؟ يعني انا افرض ما جبتش نتيجه هاخد ايه؟ اول حاجه احنا بنلعب عليها فكره التواجد. كويس. دي حاجه اسمها المايند سيت. تمام. احنا عندنا كام حد بيبيع نفس المنتج؟ كويس. عشرة؟ كتير. 10 مثلا. كويس. لو حضرتك مش متواجد زي العشرة دول احتماليه بيعك هتقل. كويس. طيب انا عايزه اتواجد، فانت كده بتعمل حاجه اسمها براندنج. أيوة. او بالعربي كده بلغه بسيطه انك بتكبر العلامه التجاريه. كويس. البراند نيم بتاعك. كويس. طيب انا لما بتواجد انا ممكن ما يبقاش احتياجي دلوقتي. بس ممكن افضل واحنا موجودين كده ان انا لما احتاج الشهر الجاي انت اول حد تيجي على بالي. كويس. فانا اقوم رافع سماعه التليفون انا شفت كذا كذا. طب لو انا في الشهر ده كله بطلت اشتغل او بطلت اتواجد هتنسي. هتنسي. كويس. عشان في حاجه اسمها الكومبيتيشن او المنافسه. المنافسه هنا بتلعب دور كبير. يعني في شركات كبيره جدا، مش عارفه ينفع نقول بعض البراندات ولا لا، يعني مش لازم براندات، بس في براندات كبيره جدا كبيره يعني ومعروفه جدا في السوق. وكل فتره او كل رمضان مثلا بتعمل كامبين كبير زي شركات الاتصالات مثلا او تمام. زي المشروعات المواد الغذائيه ايا كان، كل هم دول يعني كبار بنسبه كبيره جدا كلنا بنستخدمهم، بس ما ينفعش ما يبقوش متواجدين. كويس. عشان بلعب على الريمايندر ان انت بس بسكرك ان انا موجود. كويس. ومش بيلعبوا بفكره تعالى اشتري او تعالى جرب، لا، حاجه ليها علاقه بالسوشيال ايمج، حاجه ليها علاقه بالثقافه او باعمال الخير. كويس. فدي دي 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 يعني او دي العمليات اللي انا كنت بقول لحضرتك عليها في الاول. ان هي شويه عمليات. كويس. لازم يتقوموا كلهم في نفس التوقيت، وكل عمليه بتكملنا للي بعدها، ولازم نحلل كل واحده. كويس. علشان هو التسويق مش ديجيتال خالص. هو حته صغيره قوي من الامبريلا الكبيره. كويس. يعني جزء صغير في مفهوم التسويق، مفهوم بشكل التسويق عام ككل. كويس. التسويق نفسه كتسويق بيتدخل في ايه؟ الاسم، شكل اللوجو، نوع الخدمات اللي بنقدمها. او المنتج نفسه بيتكون من ايه، وايه الميزه اللي هتفرقني عن غيري. التسويق كاداره ليها الحق انها تدخل وتقول لا احنا هنوقف خط الانتاج ده. كويس. ولكن في الواقع مش ده اللي بيحصل. هو بيقول لك احنا هنعمل شويه اوت دورز، هنصرف 3 4 مليون، هنعمل اعلانات في الشارع واعمل اعلانات على الفيسبوك وكده تمام. لا، كده في حلقات كتيره في النص مفقوده. طيب كويس، عشان بس المشاهد ما يتوهش مننا. اوكي. واحنا بنتكلم على منصه التسويق الالكتروني زي الفيسبوك والانستجرام واليوتيوب او اكثر الحاجات استخداما بالنسبه للناس وجوجل، وبنتكلم على فكره تصميم او انشاء المواقع وازاي تشتغل من خلال الموقع وتدخل دخل. انا النهارده كعميل ممكن اكون سبب في فشل العمليه التسويقيه. لو حضرتك مش بالظبط محدد عايز ايه، او المسوق ممكن يبقى هو السبب في فشل العمليه التسويقيه، او مش عارف يعمل اناليسز، او مش عارف التكنيكال تولز بتاعتنا. طب لو انا بقى عايز اقول للعميل اللي قاعد دلوقتي وممكن يرفع لنا سماعه التليفون، عاوز يعمل تسويق لحاجه عنده ايا كانت، ايه هي الخدمه اللي عايز يسوق لها، او الحاجه اللي عايز يبيعها، او الحاجه اللي عايز الناس تاخدها منه؟ اوكي. ان شاء الله حتى لو بيبيع فكره ايا كان. بالظبط. عايز اقول له انت ازاي ممكن تكون سبب في فشل الفكره، وعاوزك تقول لنا برضو ازاي المسوق نفسه يكون سبب في فشل الفكره نفسها او العمليه التسويقيه نفسها. نبدا بالفشل وبعد كده نبدا بالنجاح. اول كويس. اول حاجه في الفشل لو هو بيقول ان احنا بالاونلاين او بالتسويق الالكتروني او الديجيتال او اي مسمى من دول انا هنكسر الدنيا، هو ده اللفظ اللي بيتقال، بس احنا هنحقق نتائج ما حصلتش. والمصطلح اللي بعده احنا هنحقق 3 مليون فيو او 3 مليون وصول. ده مش هدف. يعني الوصول لعدد كبير ده مش هدفنا. او ان احنا نعمل حاجه اسمها كرييتيف والناس تتكلم علينا. حلو. طب بعد الناس ما اتكلمت عليكم ايه الاكشن اللي اتاخد؟ واحنا صرفنا فلوس كتير وهم في ناس بالاسامي بيقولوا المصطلحات دي. احنا كده احنا حققنا. هو حضرتك حققت اللي حضرتك رسمته، ولكن مش الهدف بتاع العميل. كويس. او مش الهدف بتاع البراند. كويس. هو البراند متواجد ليه؟ عشان الوصول ولا عشان في الاخر في عمليه بيعيه واللي يفضل البراند مستمر؟ كويس. عشان مستمر
يبقى هو اول حاجه لو هو بيستخدم المصطلحات دي احنا هنوصل، كويس. او يكون العميل نفسه او الكلاينت بيقول لك انا عايز اوصل لمصر كلها. حضرتك مش بتبيع لمصر كلها، كويس، هتبيع، عايز تبيع لمين في مصر، لمين في مصر وبتبيع ايه؟ دي اسئله لازم نسال حضرتك. اول حاجه حضرتك عايز ايه؟ ايه توصل لايه؟ لو حضرتك عايز توصل لفيوز وماس ماركتنج او تسويق عشوائي كده، مش عشوائي، لاكبر كم من الناس. حد يشوفه، اه خلاص يبقى تواجد او الدورز او الدور، لو انت مش محتاج الناس كلها تشوفك، بس الاكشنز مش هيبقى مرضي، بس كل الناس شافت الاسم بتاع حضرتك، كويس. ايه تاني؟ ايه تاني اللي ممكن يبقى فشل؟ فشل يخلي العمليه التسويقيه تفشل؟ يحط اهداف ما مش سمارت. سمارت دي اللي هو المفروض يبقى الهدف ليه وقت بينفع يتقاس، امكانيه تحقيقه. والله انا اقول انا هعمل بلان من 1/1 لحد 31/12، كويس، في خلال سنه محتاج احقق كذا، محتاج 1 2 3 4 عدد مبيعات قد كده، كويس، وعشان اوصل للرقم ده محتاج اصرف قد كده، كويس، ومحتاج يكون عندي الاماكن اللي هوزع فيها، كويس. الانتجريشن بقى، انا بربط كل التولز وكل الادارات ببعض، كويس. محتاج اعين ناس علشان يقوموا بانتاج العدد ده، كويس. حضرتك تقولي ايه علاقه الانتاج والموظفين والعمال والصنايعيه بالتسويق؟ حضرتك في الاخر هي انتجريشن بالظبط، او ترابط، او كويس. او اندماج. هو اندماج ده اللفظ الادق، كويس. ان انا بقول انا عندي هدف كبير، والهدف ده متقسم على كل الادارات، والادارات دي مسؤوله انها تحققه عشان الجوده. لو حضرتك خدت منتج وانا بقول ان انا احسن منتج في مصر وخدته وجربته وما عجبكش، هتطلع على السوشيال ميديا تقول ده اوحش منتج، كويس. هتدي هدي انطباعات للناس التانية ان الحاجة دي مش كويسة، ووردوف ماوس ان الحاجات دي مش كويسة، كويس. يبقى انا بقول حاجة على الاونلاين او الدورز او المسج اللي انا بقدمها، وفي الحقيقة لما العميل بيجي يجرب، او مش العميل بقى اللي هو بيطلب مننا احنا الخدمة، لا، العميل اللي اشترى الخدمة نفسها ما بيكملش بعد ما كده، ما بيكملش. طب في نقطة مهمة جدا انا دايما بلاحظها، انه بعض الاحيان بيبقى حد عامل تسويق كويس، ولكن في حاجات في الحاجه اللي بيسوق لها مش كويسه، زي مثلا التصميم، الكونتنت او الكتابه اللي مكتوبه بالزبط. على التصميم، شكل التصميم او لون او درجات الالوان، الى اي مدى الحاجات دي بتفرق في جوده العمليه التسويقيه؟ بتفرق، لان في حاجه، في علم كده اسمه براند ايدنتي، هويه البراند، كويس. ايه الوانه، شكل الفونت بتاعه، الخط منسجم مع بعض ولا لا، يعني ما ينفعش النهارده اطلع بلون احمر بكرة اطلع وبكره باخضر ازرق واطلع بازرق، وبعد بكره بلون تاني واغير الفونت. لا، في براند معروف اسمه اسرع دليفري في مصر، ده ماك. ده يعني ليه هو معروف؟ ومجرد ما تحس انك جعان ومحتاج حاجه سريعه بتلجأ له، كويس. هو من يوم ما بدا لحد النهارده هو اسرع دليفري في مصر، وبيحافظ على الجزئيه دي، بيحط جوه الناس فكره ان انا اسرع واحد بالظبط. فحضرتك لما بتجوع قوي انا عايز حاجه سريعه، اول حاجه بتيجي في بالك هو، كويس، نراقب على عقلي ومشاعري، دي المايند سيت اللي احنا ابتدينا السرعه بتاعه الاكل بالوانه باللون الاحمر اللي هو فيه طاقه شويه، الحاجات دي بتفرق، كويس. نرجع للجزء ده، احنا بنصمم في حاجه اسمها سي اي ده اللي هو براند ايدنتي او الكوربريت نفسه، كويس. من اول القلم لحد النوتس لحد اللوجو لحد الالوان لحد التعبئه، ناخد الحاجات دي برضو نحطها اونلاين، شكل اللوجو يبقى موجود بدايمنشنز معينه بكونسبت معين، فالديزاينز بتنزل كده. فاحنا عملنا انتجريشن ما بين الاوفلاين، لو انا في ستور نفس الالوان، كويس. طيب انا النهارده عملت صوره كويسه، والصوره دي حطيت عليها محتوى، المحتوى ده كاد يكون مثلا ممكن مش مناسب، ممكن المحتوى ده مش احسن حاجه في الدنيا، ممكن محتاج يتعدل، هل ده بيفرق ولا مجرد ما انا وصلت للعميل اللي عايز المحتوى مش هيفرق؟ لا، المحتوى بيفرق. في ايه بقى؟ ما انا وصلت له. يعني هيفرق في ايه؟ يعني ما انا وصلت للعميل اللي عايز، لو انا كتبت المحتوى يعني بسيط، محتوى قوي، الطريقه نفسها بتفرق في ايه؟ التون اوف فويس اللي البراند المفروض بيتكلم بيها، كل براند ليه فويس. كويس. المسج او الرساله اللي عايز يوصلها. انا دلوقتي لو براند وبتكلم بنوع من الجديه، لازم افضل محافظ على الجديه دي. هو ده فويس. كويس. طب لو انا قررت من الاول ان انا هانجيج وهخلي الناس تهزر معايا وههزر، فده فويس.
فلازم انا اكمل بيه. فانت من الاول زي بعض الصفحات بتنزل وبتشتغل وبترد على الناس بكوميكس معينه، فبقت ديت البراند بتاعتك. في براند معروف وكل الناس بتدخل تهزر بيه وهو بلس 18 والناس كلها بلا مبالغه بتحب الطريقه دي، بس هو اختار الوي دي. فهيلعب باللعبه دي او هو بالطريقه قرر دي. قرر الايحاءات دي، هو كويس. قرر التون دي كويس. والناس مبسوطه بيه كويس، وهو بيلعب على دي وكسبان جدا. طب انا النهارده خلينا نوه بس على حاجه بالنسبه للمشاهدين، انه اللي انا فهمته من كلام دكتوره سمر فكره انه التسويق الالكتروني هو قناه من قنوات التسويق، وعشان توصل لازم يكون عندك بعض الخطوات. الخطوات دي تقدر ان انت تعرفها اكتر، تقدر ان انت تتواصل بشكل اكبر مع الدكتورة سمر ومع الشركة من خلال الارقام الموضحة اسفل الشاشة، شركة قارة لينس للانتاج والتسويق. تقدر تحصل على الخدمات اللي الشركة بتقدمها زي الاستشارات المجانية، يعني انت ممكن تتصل تاخد استشارة تعرف انت ايه سبب عدم نجاح المنتج بتاعك او الفكرة بتاعتك او المشكلة اللي عندك. دي نقطة. النقطة التانية ممكن ان انت تسأل عن الحاجات التانية اللي بيقدموها زي التصميمات الاحترافية اللي انت ممكن تستفيد بيها، تستخدمها لمنتجك او تستخدمها للحاجة اللي انت بتشتغل عليها، او التسويق لصفحتك او انشاء موقع او التسويق من خلال اليوتيوب. وانا شايف انه الفترة الاخيرة الناس كلها بدأت تتجه لفكرة انتاج الفيديوهات. انتاج الفيديوهات على اليوتيوب هو شيء مربح جدا، ولكن بيحتاج ان انت يكون عندك محتوى وازاي تخاطب الناس وتحافظ على فكرة معينة بتحاول توصلها للناس بشكل مستمر، وبالتالي بتوصل للناس بشكل يكون افضل. عشان كده انا في ارقام اسفل الشاشه، الارقام دي تقدروا تتواصلوا بيها مع شركه كالر لينس للانتاج الفني، تقدروا تسالوهم عن الخدمات اللي بيقدموهم وتستفيدوا بيها. دكتوره سمر خليني ارجع لك مره ثانيه وانا بتكلم. ممكن بس اقول حاجه بخصوص اليوتيوب والربح. لو حضرتك براند انت الهدف من التواجد يوتيوب مش ربح. كويس. عشان بس ايه نصحح المفهوم ده برضه. نصحح المفهوم. كويس. انت مش هتربح. بعدين عشان توصل لعدد ربح معين انت بتفعل حاجه، الحاجه دي جوه جوجل اد. غالبا لو انت براند لازم تكون قافلها. كويس. يعني دي حاجه اسمها جوجل. يعني انا فهمت كده. يعني انا النهارده كبراند مش هينفع انزل اعلان جوه البراند بتاعي. بالظبط. تمام. لاني وارد جدا الكومبيتيتور يعمل عند حضرتك. عشان بس ايه يعني محدش يقول انا عايز اربح من اليوتيوب. لكن انا لو بقدم خدمه او بقدم معلومه زي الببلشر بتبقى مفتوحه وانا ينفع. ما هو ده اللي بيحصل. انا كبراند كاكس بروح احط السيرفيس بتاعتي كاد فيديو او فيوز او ايا كان عند الببلشر. كويس. هم دول فاتحينها علشان كده عشان يكسبوا. لكن انا كشركه مش هينفع اعمل ده. كويس. عشان بس ايه ما نجريش على التربح. كويس. تمام. تمام. يعني الناس اللي عندها اصحاب الشركات لما بيعمل بيبقى عايز الناس تعرف زي خدمته. المواقع الاخباريه المعروفه. هو ده هدفها. مش هدفه انه يخش يدخل اعلان جوه الفيديو بتاعه اللي هو اصلا البراند هو. لا. امال يعني المواقع الاخباريه. كويس. فاتحه ده لينا احنا ان احنا نعلن عندهم. كويس. هما اللي بيتربحوا. هما اللي بيتربحوا. بالظبط. كويس. انا كبراند كمنتج بروح عنده عشان اعلن. عندها اعلى نسبه ترافيك. نسبه مشاهده ونسبه ناس بتشوف الكلام بتاعهم والقصه دي كلها. فانا بكسب من ورا الحته دي وهما بيكسبوا من كبيدنج من الفيزز نفسها. كويس. طب خليني اروح لنقطه ثانيه من الاتجاهات اللي الناس بدات تتوجه عليها على السوشيال ميديا. هي فكره المواقع. تلاقي حد بدا ينشئ موقع، وبعد ما ينشئ الموقع يبدا يعمل اعلانات في جوجل نفسها عشان يظهر في محركات البحث. في تفصيل في ترتيب كده لعمليه المواقع. لو انا خرجت كده بره اطار الفيسبوك وبره اطار انه لازم يكون عندي تصميم كويس. سيرش انجن اوبتمايزيشن او كويس. المختصر بتاعه اس اي او. كويس. او اس اي ام. بس سيرش انجن اوبتمايزيشن انت لو حضرتك عملت اي سيرش على اي حاجه في جوجل اول حاجه هتطلع الناس اللي ليها رانك. رانك دي يعني ايه؟ يعني ترتيب. كويس. عشان انظر في الاول كده لما يكتب خالد صقر يظهر خالد صقر في اول محركات البحث. حضرتك الويب سايت نفسه يوزر فريندلي وموبايل فريندلي. اهو احنا بنعمل كده عشان خاطر اليوزر. لازم يكون الويب سايت لما بيفتح سريع. كويس. يكون محتواه مناسب للسكرين بتاعت حضرتك. لو السكرين دي مختلفه من قصدك بالنسبه للموبايل. للموبايل يعني ينفع يفتح على الموبايل ويفتح على الكمبيوتر ويفتح على اي مكان في الدنيا. كويس. ليه ابعاد ده في تصميمه. ده في التصميم. كويس. ودي حاجه اسمها يوزر اكسبيرينس. دي من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نكون بنراعيها. كويس. وهو ده اللي بيكمل باقي العمليه. مش بس هو الاعلان،
هجيبه من الفيسبوك بيخرج على الويب سايت، لازم يكون واخد نفس التكنيكال سيمز وكل الحاجات دي، وبعد كده بيدخل مثلا يسجل فورم او اي حاجه من المفروض يكون بيعملها، ممكن من جوه الويب سايت يدخل على اليوتيوب. كويس. فدي رحله. كويس. فالرحله دي ليها تراكنج. طب امتى يعني اشتغلت على الفيسبوك والانستجرام وخلاص انا راجل بقيت كويس على المنصات دي وبقيت بشتغل عليها كويس، امتى الجا او اسلك الطريق بتاع انا عايز اعمل بقى موقع، الموقع ده عليه شغلي او عليه يوم. خدمات من اول يوم؟ طبعا. ليه بقى من اول يوم يعني؟ عشان الانتجريشن. احنا عندنا خدمه، الخدمه كويس. دي ليها موقع، الموقع ده بنربطه بكل الخدمات بتاعتنا. كويس. حضرتك بتبيع مثلا، بنتكلم مثلا عن مجال الاي كوميرس، ماشي. موبايلات مثلا احنا عندنا موبايل واحد، لا عندنا عندنا موبايلات موبايلات كتير، لاينز كده من البرودكت، فانا عندي كذا بيج وبحرك ده لده لده، الجيرني بتاعتنا كلها. كويس. حضرتك من اول يوم وانت بتختار لازم يكون اسمك على الارض، هو اللي على الاونلاين، هو اللي في كل البلاتفورم او السوشيال ميديا ايكونز بقى. طب ما هو في بعض الناس، خلينا برضو نبقى واقعيين ما شويه، في ده بعض شكل الناس مش احترافي. خلينا، لا مش قصه كده، ما عندوش الامكانيه انه اول ما يبدا يعمل ويب سايت مثلا يحجز بس الاسم دومين باسم الشركه بتاعته. حضرتك، خالد صقر، كويس. صح؟ في الرخصه، في البطاقه، في كل حاجه، كويس صح؟ مظبوط. هو حضرتك براند، لازم كل حاجه يبقى اسمك كده، ما ينفعش اندر سكور داش 88، ما ده صح. وللاسف اللي بيشارك في بعض الحاجات دي بعض الناس اللي مش دارسين تسويق اصلا، وبيشتغلوا اعلانات زي ما حضرتك قلت من الاول، اللي هو يبدا بقى يبدا النهارده فتمشي انا عايز اعمل اعلان، انا ليه اجيب حد اديله فلوس؟ فلوس ما اي حد ما يمشي انا دنيا. اعمل انا الاعلان، اصحى الصبح اجيب فيزا اونلاين واشتغل على فتقابلك مشكله لو جيت تكبر شويه، لا طب انا عايز اخلي شكلي احسن، طب انا عايز اخلي ده يبقى موجود، كويس. حاجه اسمها نيم تشيك. حضرتك قبل ما تقرر اعمل تشيك كده على النيم، اشوف الاسم ده اصلا موجود موجود في كل ولا مش موجود. البلاتفورم او السوشيال ميديا كلها ولا لا، كويس. طب علشان افرض لقيته بقى اعمل ايه؟ احجزه ايميل واحد بس وادفع تكلفه الدومين وخلاص. كويس. احنا نقدر ان احنا نحجز فكره الدومين، نقدر ان احنا نعمل الويب فيزا سايت بس، فيزا، مجرد ما خلاص انا ده اكد. لو هي البدايه صعبه قوي، مع ان افتكرش ان في بيزنس يعني مش هيبقى قادر يكمل. لو هنتكلم، هي الناس مش معاهاش، هي الناس مش مدركه أهمية الحاجة دي. اهميه ان الحاجه تتعمل صح. كويس. بالمناسبة في النقطة دي هقول أنا موقف أنا يعني عاشرته بنفسي. اتفضل. بعض الشركات بتنتج منتج، المنتج ده كويس جدا كمنتج، ولكن ملوش تواجد. ملوش تواجد، يعني المنتج حلو قوي واللي جواه كويس جدا. انا هعرف منين بقى انه حلو؟ ما هو موصلش للناس. بالظبط. عندهم بقى مشكلتين من وجهة نظري، ومعرفش دول ممكن يقع المنتج ولا لا. اكيد. فكره انه فكره يعني ان اكيد فكره ان العبوه بتاعه المنتج شكلها مش احسن حاجه، يعني ممكن مش كويسه طب مقارنه بالمنتج. هتطرق للنقطه دي، في حاجه اسمها سوات اناليسيز او مصفوفه القوه والضعف. كويس. احنا كده بنجيب براند وعاملين مربع كده، قوه، ضعف، فرص، تهديدات. كويس. اول حاجه انا هكتب ده مربع، يعني دلوقتي اي حد بيتفرج علينا يقدر يعمل المربع ده. قوه، مناطق قوتك فين، ضعفك فين، ايه فرصك، ايه التهديدات اللي بتواجهك. بالظبط كده. حلو. ده كده عنده نقطة ضعف. أنا من بكرة في هعمل تسويق التعبئة. يا دكتور. أنا موافقة. من بكرة هعمل تسويق وهكسر الدنيا. كسر الدنيا، بس اعمل بس الخطوات، مفيش مشكلة. بس كانوا من 10 سنين بيقول لك إن التسويق فن. هو التسويق مش فن. هو خطوات إحنا بندرسها ودي قايمة على تجارب. كويس. التجارب دي اتكتبت في كتب، أشهر كتاب لحد اسمه كوتلر. ده أبو التسويق. كويس. كوتلر. كوتلر. فيليب كوتلر. كويس. ده هو اسمه كده، ابو التسويق. كويس. الاديشن بتاعته او النسخه بتاعته دي ال 14 اللي موجوده يعني. كويس. يعني هو سوق الكتاب حلو وباع واحنا اشتريناه. هو سوق الكتاب اهو، يعني عمل براندنج لاسمه والكتاب عشان هو بيتكلم عن التسويق. بيقول لك الخطوات اللي اي مكان حضرتك لو بتبيع فكره، خدمه، حتى لو مؤسسه مش قائمه على الربح. كويس. هعمل تسويق؟ طب ما انا عايز برودكت وبرايس زي المؤسسات الخيريه اللي موجوده في مصر. الحاجات دي بتعمل تسويق كامل. طب ما انا بقدم فكره. طب ازاي هيبقى عندي مكان؟ لا هو حضرتك مش بالمعنى، هو ده كود.
ولكن انا اقول لا يعني ايه بقى، وضحي لي بقى واحده واحده. يعني انا عندي النهارده فكره. طب عشان ما نتوهش المشاهد أيوة. نرجع تاني بس لنقاط القوه والضعف. هذه يعني كده المربع، اي كويس. برند قوه ضعف فرص تهديدات. كويس. القوه والضعف دول داخليين كويس يخصوا حتى لو شخص، حضرتك تقدر تعمل سوات اناليسز لشخصك تشوف ايه نقاط القوه والضعف الضعف اللي عندي. كويس. طيب الفرص والتهديدات دي اللي في السوق، الاوبورتيونتي اللي هنحصل عليها. التهديد انت المنافس هياخده منك، يعني ده لو هو تفوق عليك هياخده، فده كويس. تهديد. وممكن يبقى من عوامل البلد نفسها، حاجات سياسيه قانونيه اقتصاديه ايا كان، اي حاجه من دي، دي تهديدات ما بيبقاش لينا دخل بيها. كويس. يعني كورونا لما جت ما حدش يقدر كان يتوقعها. كويس. لكن لما حصلت نقدر ان احنا نشوف بقى ايه التهديدات اللي موجوده وايه الفرص اللي احنا ممكن نستغلها في فتره ناس غيرت كورونا. البيزنس موديل بتاعها. فهو كان عنده تهديد كان ممكن يخليه يقفل. بس هو عشان داري السوق صح. دراسه السوق بقى. وفي مرونه في الفكر. دي لازم نكون كلنا عندنا. كويس. ان انا ما اقولش لا انا لازم اكمل كده. في ناس ممكن تعمل بحوث سوق يعني او ماركت ريسيرش بعد كده تقرر انها تقفل المنتج اصلا، انا مش هكمل. في ناس بتصرف رقم على البحث ده اصلا. بالظبط. يعني ممكن يعمل بحث عن حاجه معينه ويصرف عليه لو مبلغ. هو مش فاهم هيقول ده خساره، انا بتكبد خساره. طبعا، لكن هو كان هيخسر هو اكتر. اكتر لو كمل. لو كمل. ودي في بعض، في شركه انا متذكر شركه كبيره جدا في السعوديه عملت تسويق عن حاجه، ولما عملت بالظبط. التسويق عن حاجه دي يعني ما كانتش بتسوق، كانت بتشوف مدى نجاح الفكره. هتدخل السوق المدى ده ولا لا؟ فشلها. وفي براندات عربيات موجوده في مصر باسم، موجوده في اماكن تانية باسم مختلف. علشان الاسم ده لو نزلت بيه مش هيكون متوافق مع الناس. يعني انا كمان بلعب على ايه الاسم اللي كمان ممكن يبقى سهل بالنسبه للناس ويستخدموه او يشتروه او يبقى بالنسبه لهم سهل، فاللي استخدمه في مصر غير اللي استخدمه في السعوديه غير اللي يعني ممكن استخدمه في تكون الكويت. هي نفس العربيه بنفس كل المواصفات بنفس كل حاجه، بس هي اسمها مناسب للثقافه دي. لو رحنا بنفس الاسم ده لمكان تاني بثقافه مختلفه مش هيتقبلوا. هي الناس بتركز كده، الناس بتركز كده جدا. يعني عمرنا ما هنكون اذكى من العميل او اذكى من المشاهدين. كويس. انا بمسك العلبه بقعد اقرا اللي فيها، ساعات بربط لو ان الاسم ده تبع الشركه الفلانيه انا هبقى مطمن وانا بشتريه. كويس. عشان كده مثلا زي بعض البراندات في الاجهزه الكهربائيه اسم الوكيل نفسه او البراند نفسه وخدمه ما بعد البيع. ده ليه علاقه بالتسويق؟ طبعا. يعني انا كويس. اشتريت منتج حلو جدا بس حصل فيه عطل وحضرتك بعد البيع قلت لي لا ما عرفتيش، ما انا اكيد مش هشتري منك تاني. كويس. طب انا بقى هقيس، انا خسرتك هقيس بقى دي هنا. في حاجه انا خسرتك. انا هقيس دي على حاجه يا دكتوره بعد اذنك. انا النهارده رحت للدكتوره سمر وقلت لها بعد اذنك انا عايز، او رحت لشركه كالر لينس وقلت لها انا عايز اسوق حاجه. فبعد ما رحت لها قلت لها ده المنتج او ده الحاجه اللي انا عايز اسوقها، فهي سوقتها لي وبتشتغل وما حسيتش ان في نتيجه مثلا. ايه اللي انت هتقدم يعني ايه خدمه ما بعد البيع بقى، او خدمه ما بعد التسويق، او ايه اللي انت هتديهوني مثلا في ايدي كده تقولي لي كان سبب الفشل ايه او سبب النجاح ايه، او كان ممكن نعمل ايه عشان نوصل اكتر، او هو العميل تسرع مثلا، يعني ايه ما بعد البيع نقدر نقدمه للعميل؟ بس في حاجه اسمها مراحل، في حاجه اسمها براند اويرنس، بعد كده في حاجه اسمها اكوزيشن كويس او كونسيدريشن، وبعد كده ان انا قدرت اجيب العميل ويشتري. الاويرنس ده مثلا نقول دي مرحله كويس، ان براند مش معروف ببدا اقول بنفيت والفيتشرز بتاعته. احنا بنستبق دايما الخطوات، انا عايز ابيع. لا كويس. بغض النظر عن التولز بقى انا عايز ابيع. يعني في الاول خالص كده لازم يبقى في حاجه اسمها اول، لازم الناس تعرفك الاول. طبعا. كويس. وبعد كده انا معلش ايه اللي يخليني اصلك ان انا اطلع مع حضرتك او ان انا اشتري من حضرتك الموبايل ده؟ كويس. لازم تقعد تلعب على النيدز اللي عندي. وبالمناسبه احنا مفيش اي حد يقولك انه بيخلق نيد. هو النيت موجود عند الانيس، موجود الناس. عند العميل، يعني الاحتياج عند كل موجود الناس. بس انت بتلبهه له. كيفيه اشباعه هي اللي مختلفه. كويس. طب خليني اسالك سؤال مهم. اتفضل. اعمل براندنج اورنس الناس تعرفني، محتاج انا كبني ادم عشان الناس تعرفني محتاج وقت قد ايه؟ وبعد كده اقول انه ده وقت كافي ان الناس تعرفني فيه. على كل منتج بيبقى ليه بلان معين. كويس. واسم البراند نفسه، يعني احنا بنتكلم ده برودكت جوه براند كبير مثلا، اكيد مش هياخد نفس الوقت لو احنا بنلونش براند جديد ببرودكت جديد. كويس. وخصوصا ان احنا عندنا كومبيتيشن. يعني هو العنصر الاساسي في كل اللي بنتكلم فيه المنافسين.
احنا مش عايشين في الدنيا لوحدينا، ده حقيقي. وحتى لو احنا بنتاجر وبنبيع ونشتري، مش احنا التجار الوحيدين، كويس. في فرايتي في المنتجات، في توسع. احنا السوق بتاعنا كبير جدا، في منتجات بنسيرف على 100 مليون، ده رقم كبير. رقم كبير جدا، فبالتالي مش هقدر اغطي الرقم ده كله. بالظبط. فانت بعد ما بتعمل البحث بتاع السوق، بتعمل حاجه اسمها سيجمنتيشن. سيجمنتيشن انت بالظبط كأني هدف كبير قوي، ال 100 مليون دول هدف كبير قوي، نبدا نكسرهم نكسرهم نكسرهم، واقول انا هشتغل على دول. كويس. دول بقى ممكن يكونوا يشتروا المنتج بتاعك مره واحده بس في العمر، مرة واحدة. ممكن. اه لو احنا بنتكلم على حاجه هاي قوي ومنستخدموش اه زي غير مثلا حاجة في العقارات، حاجة في شاليهات، ممكن انا مش محتاج ان انا اشتريه باستمرار. بالظبط. كويس. او ممكن وارد العميل ده يشتري منك مره او مرتين. احنا بنقسمها بقى كمان عمر العميل نفسه قد ايه. عشان كده فكره ان انت بتتصرف فكره البيع دي مش مطروحه. ما انا ممكن اقول لك احنا هنحقق نتائج، ممكن انه وانت في مرحله الاويرنس اللي هي بدايه التعريف او البراندنج، هو في عميل يشتري، كويس هي دي مصادفه، كويس، لكن مش الطبيعي انه بس مش يشتري. الطبيعي انه يشتري يعني ممكن النهارده. كان احتياجه لشراء الحاجه دي، هو عنده معلومه عنها او فاهمها او عارفها، بالظبط. خليته ياخدها. كويس ولكن مش ده المعيار، احنا مش هنشتري بكره، هو كويس. لازم في الاخر يحصل بيع وشراء. لكن مش في يعني الاول، مش في الاول، يعني مش التارجت بتاعنا لما العميل بيجي لنا انه في يبيع انهي الخدمه. مرحله بقى، في انهي كويس. في مراحل. هو احنا مش بنقسمها بالورق، بس احنا يعني احنا مش بنقول احنا المرحله دي من قد كده، احنا بنقول مثلا اتليست 3 شهور على ما نوصل لكل الناس، ونقول منتجاتنا احنا بنبيع كذا وصفاتها كذا، متواجدين في كذا، قدمنا الاوفر بتاعتنا، ولو في جيفت مثلا، لو في سامبل او في ترايل، كويس. في كل ده جوه بقى ايه البروموشن. ان انا عملت كل ده، ابدا بقى اشوف ان الناس بعد ما جربت المنتج لو كويس. هو فري رجعت لي ولا لا. طيب هي هتقدر تشتري منتج بقى عجبها، يعني انا كده جربته فري، كل الناس بتجرب فري، كويس. بس هتشتري تاني ولا لا؟ طب اشتريته يبقى احنا كده مكملين. طب بعد ما اشتريته انا عملت معاهم انتجريشن او مكالمه، انتوا ايه رايكم في المنتج؟ كويس. قيمت الخدمه او الحاجه اللي انا اديتها لهم او لا. طب انت الباكينج دي عاجبك؟ ساعات ما بنسالوش اسئله مباشره. كويس. اسئله غير مباشره بحيث ان احنا نعرف رده ايه. طيب دكتور سمر، عشان وقت حلقتنا انتهى، عاوز اسالك ايه النصيحه اللي بتحب اللي ممكن تقدميها للناس في نهايه الحلقه عشان ما يقعوش في فخ الخساره في التسويق الالكتروني او هما المشكلات اللي كلمتين، بتواجههم. ادرس السوق، حدد انت عايز تتواجد ليه وفين، كويس. وحضرتك عايز توصل من منين لايه. يعني تبقى عارف انت عايز ايه باختصار، بالظبط وتختار المكان السليم او الشخص الصح اللي يساعدك في ده. بالظبط، عشان الكلام كتير. اكتر ناس هي دكتوره بيتكلموا التسويق، بيتكلموا مع الناس، وفي النهايه في بعض الاحيان بيبقى العميل مش عارف هو عايز ايه. طب اختصارا، لو انا عايز اقول لو في عميل جالك، مين العميل اللي لما يجيلك تقول له لا انا ما اقدرش اشتغل معاك؟ لو هو مش عارف هو عايز ايه وغير قابل للتغيير. يعني هو مش عارف هو عايز ايه ومش عايز يتعلم هو ممكن يكون محتاج ايه، بالظبط. فبالتالي تقول له شكرا شكرا. مش قادرين نكمل معاك، هتدي له الاستشاره. هقول له احنا محتاجين نعمل 1 2، كويس حضرتك موافق ان احنا نعمل 1 2؟ واحد كويس اتنين دي احنا بنعمل نفس المربع اللي انا قلت لحضرتك عليه ده، كويس. احنا عندنا نقاط قوه ونقاط ضعف، شكل التعبئه مش حلو، الباكينج نفسه مش حلو، هتدي له هتغير معلومات، ده وفي النهايه القرار قراره، ولو ما لو هيفضل كده مش هكمل مش معاك. هينفع، هبقى بغشه كويس. وهيبقى المنتج بتاعه وحش. لن يكتمل. بالظبط. دكتورة سما خليفة، استشارية التسويق وماجستير الإدارة العامة، أنا بشكرك انت شكرا عادت بحضرتك جزيلا. ميرسي. مش كرام في كل مكان. قبل ما أختم الحلقة بتاعتنا، خليني أقول لكم إنه أحيانا بكون أنا كشخص، وأنا جربت الموضوع ده بشكل شخصي، إن أنا بكون سبب في فشل عملية تسويقية لشخص ممكن يكون ناجح جدا وقادر يقدم لي خدمة، وبالتالي ممكن أحكم على العملية التسويقية بشكل غير سليم، لأن مش عارف إيه هي الاحتياجات بتاعتي أنا كشخص، وبالتالي ما بقدرش أنقلها للشخص اللي المفروض يسوق لي الحاجه دي، او انا عندي مشكلات زي ان انا التصميم اللي انا بعمله مش كويس، او الالوان بتاعته مش مناسبه لرؤيه العين، او الكونتنت او المحتوى اللي مكتوب بيخليني ما افهمش انت عايز ايه، يعني مش واضح بالنسبه للعميل، او ان انا ما بكملش بشكل مستمر في السوشيال ميديا، وبالتالي الناس بتنساني ما بتفتكرنيش، بقعد كل شهرين ثلاثه اعمل اعلان او اعلانين. عشان توصل وتتواجد في السوشيال ميديا لازم تروح للمكان اللي يساعدك في ده، المكان اللي عنده خبرة في عملية التسويق.
مكان عنده خبرة في عملية إنشاء محتوى جيد وتصميمات بشكل احترافي، أو إنشاء مواقع تناسب الفكرة بتاعتك وتناسب إمكانياتك أيضا وتناسب حركة السوق. في ناس كتيرة بتدرس السوق، مش الشركة الوحيدة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هي اللي بتدرس العملية التسويقية، في شركات كتيرة كويسة، ولكن عشان توصل بمنتجك أو توصل بخدمتك للناس لازم تبقى عارف إن في قنوات، هذه القنوات لو أنت اتبعتها هتوصل، عديت قناة من القنوات دي مش هتوصل. ممكن تصلوا على الرقم الموجود أسفل الشاشة، شركة كارل لينس للإنتاج والتسويق، هتسألوهم عن الاستفسار بتاعكم، مش لازم كمان ان انتوا تتعاقدوا معاهم او تتعاملوا معاهم، لكن ممكن تاخدوا الاستشارة الفنية. الى هنا تنتهي حلقة اليوم، والى ان نلتقي بكم في حلقة قادمة اخرى، لكم مني كل التحية والتقدير، انا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.